الحرف التراثية. صناعة العكاز يدوياً واحدة من الحرف التراثية النادرة. في نهاية شارع الحبوبي قرب منطقة الدب يقع محل السيد غالب الياسري المختص بهذه الحرفة، بعد إن كان صاغ للذهب ليتحول صاغ للعكاز في مكان لا يتجاوز المترين. يقوم بهذه الأعمال وبحرفة عالية جدا. أنا بالسبعينيات كنت صايغ مال ذهب، بعدين الصياغة عن قديم يعني قلت خلنا أسوي لي فت شغلة حلوة، ظليت أشتغل بهاي الشغلات مال العوتشية، فبديت بعمل العوتشية. طبعا العوتشية هي هاي أنا أسويها، أنا أرتبها من تورنة إلى صياغة إلى فضة، كلها بيدي أنا أكملها، والحمد لله والشكر قاعد يعني تمشي عندنا وماشي الأمور الحمد لله والشكر. بس المشكلة ماكو دعم عندنا، إحنا يعني إحنا ناس فنانين على الفطرة، يعني ماكو لا دعم مادي ولا دعم معنوي، ودوم نحكيها بالقنوات. فأكو فنانين هواي ناس على الفطرة، شلون يعني مثل ما يقول منسين. ويتم صناعة العكاز يدوياً بالكامل وبمواد تصنيع خام. وتحدث أبناء الناصري عن هذه الحرفة وجمالها وأهمية إحياء التراث. هاي مثلاً مادة الصاج، هاي صاج وهذا صفر برنج، هذا أنا أصبه عيني وأكمله وأشرخه بالتورنة، من التورنة النوب أسوي شغلة فضة، هاي هسه فضة تصير عوتشية عندنا، نجي نوب نجيب لها خشبة صاج بورني. ولكن بعض الأشخاص في الناصرية أحيوها مجددا، وهي مهنة التراث، عمل التراث، عمل التحفيات وعمل هذا العمل يرجعنا لزمن مضى عليه، ولكن بحداثة وتجريد من هذا العمل من هذا الإنسان وهو سيد غالب يعطينا أنه يذكرنا في الزمان السابق. من صياغة الذهب وصولاً لصناعة العكاز، هذه الحرفة الجميلة التي تعتمد على موهبة الفن الفطرية والتي نشم بها عطر الزمن الجميل. لقناة وان نيوز سار شنون الناصري.